طيب انت شايفة برضو ان الشارع المصري مفتقد لأخلاقيات شهر رمضان؟ هقول لك، انا من اسبوعين كان عندي مش كذا مشوار هنا في القاهره. انا عشان كنت بروح مشوار مثلا مدته مثلا لو هوصله في نص ساعه كنت بقعد ساعتين لحد ما اروح. يمكن كلنا متفقين تماما على هذه النقطه في الزحمه. لو جيتي تشوفي الزحمه فانت بتشوفي ان الناس نازله عشان تشتري اكل، العاب، ملابس، حاجات من دي. طب يا جماعه فين بقى الاستقبال بتاع الشهر؟ احنا كده بنستقبل بالجانب المادي، بس فين الجانب المعنوي او الجانب الروحاني اللي اهم بكتير من الجانب المادي؟ الجانب المادي احنا كده كده هنشبعه في اي وقت وفي اي مكان. لا، ما انا عايزه اعرف السبب. الجانب المادي ده، انا عندي الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقول ان المصريين بينفقوا من الميزانيه بتاعتهم 35%، يعني 3 شهور ونص من ميزانيه السنه. ده اكيد. فلا، دي لها قصه تانية كبيره. يعني ليه المصريين بالذات اللي بينفقوا ببذخ واسراف في شهر رمضان؟ لكن انا بتكلم دلوقتي عن اخلاقيات الشارع المصري، اللي هو ان انا يعني وقار الكبير واحترام الاحترام الكبير والتراحم مع الصغير وصلة الأرحام والترابط الأسري، الحاجات دي كلها أنا بحس إن إحنا مفتقدينها. إيه السبب؟ سبب اللي أنا شايفاه من وجهة نظري واللي أبحاث كتير جدا يعني أثبتته فعلا، هو الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وغياب الأسرة وغياب غياب الدور الكبير بتاع الأسرة. غياب الدور الكبير من الأسرة بسبب أن الأب مشغول طول اليوم والأم مشغولة بالتليفون أو بشغلها وسايبة الأولاد، مفيش أي نوع من أنواع التربية الإيجابية أو التربية الجيدة. ليه؟ لأن الأم هنا بتستخدم وسائل هي كانت بتنضرب وهي صغيرة، فأبدأ أضرب ولادي، فالطفل ده لما هيكبر أو لما هيطلع الشارع مش هيعرف معنى التعاطف أو التراحم، هيضرب الحيوانات وهيضرب الأصغر منه وهيضرب الأكبر منه لما مامته هتوصفه بصفات سلبية. فبالتالي هو كمان لما هيطلع الشارع وهيتعامل مع الناس هيوصفهم بأوصاف سلبية، وهيتعامل بنفس المنطق اللي هو بيتعامل بيه في البيت. يعني ده أولا لحضرتك، احنا في الشارع ويمكن في المواصلات خاصة بتلاقي كم الألفاظ اللي ما اتغيرتش سواء في رمضان أو قبل رمضان. يعني لسه برضو من يومين مشكلة موجودة في المواصلات، فكم الألفاظ اللي هو أنا مش مصدق أنتوا صايمين ولا إيه ظروفكم؟ يعني تمشي في الشارع ما تلاقيش أي تغير سواء قبل أو بعد. فأنا برضو هو في إيه؟ ومع أن الناس مش صغيرة، يعني أنا حضرتك بتكلم برضو تكنولوجيا مش بقالها سنين طويلة قوي في حياتنا، فالكبير والصغير على السواء، ما فيش أخلاقيات. يعني أنا مش بلوم الصغير علشان دخلت في حياته تكنولوجيا، طب والكبير إيه السبب؟ مشكلات المجتمع دايما بتبقى نبع من حاجة واحدة بس، من الأسرة. عايز تكون مجتمع إيجابي ومجتمع كويس، مجتمع عنده أخلاقيات إيجابية، شوف الأسرة. طب أنا ولادي هيصوموا في شهر رمضان، حلو قوي. لسه كنا بنقول هنستقبل الشهر إزاي، ودي بقى من الحاجات الاي بي سي، استقبال للحاجات أو للشهر الكريم ده اللي لازم الأسرة تعملها. إن أنا أجمع ولادي والأب والأم يكونوا قاعدين، وإن أنا أشجعهم أقول لهم إيه فضل الشهر ده، إيه الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بعدنا عنها، وقد إيه إن إحنا السلوكيات بتاع شهر رمضان دي بتزودنا سلوكيات إيجابية، إن هي بتعلمنا الصبر، بتعلمنا قوة الإرادة، بتعلمنا قوة التحمل، بتعلمنا إزاي نحس بغيرنا. ببدأ إن أنا أبرز لأولادي القصص، قصص الأنبياء والإيجابيات بتاع الشهر وإيه الحاجات اللي لازم نبعد عنها. برضو كان أول سؤال كنت بسأله لك العادات والتقاليد اللي احنا افتقدناها في شهر رمضان. كان الشهر ده أنا افتقدت فيه برضو قصة الأنبياء مش موجودة، يعني مش موجودة. أنا عمالة أدور على الحاجات الدينية وبكار. في التلفزيون مش موجودة. بكار وقصص الأنبياء. يمكن نتكلم عن التعاليم الدينيه بتاعتنا اللي كانت بتحببنا في الشهر وبتعلمنا. اصل هي الفكره مش من الصيام ان انا امتنع عن الاكل والشرب فقط. انا ربنا يعني مش ما اعتقدش ان المطلوب مننا هو الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن اللي مطلوب الامتناع عن المحرمات، الامتناع عن العادات والتقاليد السيئه. فده كله انا كنت برضو انا شايفه زمان لا، كان في حاجات بتحببنا وبتعلمنا زي قصه الانبياء اللي كانت بالصلصال، بعد كده الكرتون الصحابه حول الرسول الإعلام. وحاجات كتيره من التعاليم الدينيه اللي كانت بتحبب الاطفال وتعلمهم ايه اللي بيحصل في الشهر وبتعرفهم اكتر. الحاجات دي كلها اختفت تماما. دلوقتي شوفي الاطفال بيتفرجوا على ايه في التلفزيون،
شوفي كم المسلسلات اللي فيها الفاظ سيئه او فيها سلوكيات سيئه اللي الاطفال في البيت لا واعي كده بيتعلموها ويروحوا يطبقوها مع زمايلهم وبره البيت وجوه البيت. انا ابسط مثال، كان في برنامج ما بدون ذكر اسماء السنه اللي فاتت، انا كان في وليه امر بعتالي رساله بتقولي انا مش عارفه اعمل ايه مع ابني، انا داخله من البيت لقيته بيعمل زي سين من الشخصيه بتاع البرنامج بيعذب اخته ويقول لها عادي هي كده كده، انا مستلذ ان هي ان انا بعذبها او ان انا بضربها. بعض العاهات اللي بنشوفها طبعا، البرامج اللي بتاخد شهره، فلازم هي البرامج احنا لو مش هنعرف نكنترول عليها فاحنا نكنترول احنا على الحاجات اللي اطفالنا بيتفرجوا عليها. يعني انا كمل السفاهه اللي بنشوفها في الاعلام يعني اوكي دي سفاهه، المشكله بقى مش فيها، مش في المحتوى نفسه السيء اللي بيتقدم لينا، المشكله في المتابعين، ان انا بجد متابعين كتار جدا وبرامج منتهى التفاهه ومسلسلات منتهى البذاءه وبتاخد قدر كبير من الشهره. ايه السبب؟ وبتلاقي في ناس كتير حابه الوضع ده وحابه المحتوى ده، طب ازاي؟ طيب لو جينا نتكلم على دور الاعلام في الجزئيه دي بالذات، هو فين اصلا؟ انا مش شايفاه، مفيش حد شايفه، بالدليل ان الاطفال دلوقتي بيقوا ماشيين في الشارع او في المدارس حتى بيغنوا اغاني لا تليق بسنهم، بيقولوا كلام لا يليق بسنهم. هو حافظ مش فاهم، يعني حتى الاغاني الشعبيه بتحتوي على الفاظ وحاجات مش كويسه وبلاقي الاطفال حافظينها، بس هو حافظ مش فاهم ايه هم اللي كانوا حابين. هتقولي لي ابسط مثال، انا مش مسمع ولادي الحاجات دي، بس جاست هو ماشي في الشارع فسمع الحاجات دي فعلقت في دماغه. انا دوري كماما في البيت ان انا امنع ان انا امسح تدريجيا الحاجه اللي ابني يسمعها، اقول له لا الكلام ده مش كويس، ما ينفعش ان احنا نسمع النوع ده. اربي ولادي ان هم يسمعوا القران، اربيهم ان هم يسمعوا على الموسيقى الهاديه، مش شرط الاغاني اللي هي فيها ايحاءات او حاجات بتدعو للرذيله او حاجات بتدعو للاساءات الالفاظ السيئه، لان كل الحاجات دي انا هنا مش بكون جيل سوي نفسيا ولا سوي سلوكيا. احنا دلوقتي بنشوف فتره المراهقه، الشباب اللي عندهم 17 و18 سنه دلوقتي، لو جيت اقارن نفسي بسنهم لا كان في اختلاف جذري فعلا في التفكير وفي السلوك. احنا ممكن نقارن نفسنا اصغر من 16 17 كمان 5 6 سنين كمان. دي حقيقه، بتشوفيهم اصلا الاطفال. هو دي حاجه كويسه على فكره ان الاطفال بيكونوا سابقين سنهم وهم بيفكروا، بس نخلي بالنا بيفكروا في ايه وبيفكروا ازاي وايه الحاجات اللي بيفكروا فيها، والحاجات دي اصلا هم مكتسبينها منين؟ تسيبها من حاجات ايجابيه ولا من حاجات سلبيه؟ يا فرحتي ان انا فرحانه ان ابني قاعد طول اليوم على اليوتيوب عشان ما يصدعنيش بالوش ولا الزن بتاعه ولا يبهدلني اي حاجه، اخلص منه في ادهم التليفون، ولكن انا مش براقب اللي بيحصل، هم بيتفرجوا على ايه، والله اعلم هو بيتفرج على ايه، والله اعلم هو بيكتسب ايه. فكل الحاجات دي بتخليهم بعاد تماما عن الدين.